الطواف. الطواف لغة الدوران، الطواف شرعا الدوران بالشيء تعبدا وتعظيما، وهو الطواف بالكعبة المشرفة. والطواف نوعان: ألف، الطواف المشروع هو الطواف بالكعبة المشرفة، ويعد من أفضل العبادات وأجل القربات لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد حثت السنة النبوية على الطواف، وذلك في أحاديث كثيرة متواترة، منها ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. رواه البخاري. باء، الطواف الممنوع. يقصد به الطواف بالقبور والأضرحة ونحوهما، وهو على وجهين: واحد، طواف الشخص بقبر أو مشهد أو ضريح أو ما يماثله، زاعما أن ذلك عبادة لله تعالى مأمور بها، وهذا الطواف بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك. اثنان، الطواف بقصد عبادة صاحب الضريح أو تعظيمه أو دعائه والاستغاثة به، وهذا حال أكثر الطائفين حول الأضرحة، ويعد هذا الطواف شركا أكبر يخرج صاحبه من الإسلام، لما فيه من تعظيم لصاحب الضريح وإقامته كمقام الله تعالى.